السلام عليكم، اهلا وسهلا. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم ان شاء الله جبت لكم هذا الدرس، هذا اللي كيتواتى مع الخدام اللي سبق لي وحطيت في القناه راندا التونسيه. هو فيه هنا الراندا في الوسط هذا الهرم هذا، وفيه هذا الراندا التونسيه من الجنه مشبكه. كنتمنى تواتى مع هذه الخدمه اللي سبق لي وحطيت. شفتوا اخر فيديو وراه فيه هذيك الخدمه هذيك التونسيه. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش الى عجبكم الفيديو تبارطاجيوه مع الاصدقاء والاحباب، وديروا لايك للفيديو واشتراك الى ما كنتوش مشتركينش في القناه. فمرحبا بكم عندي. بسم الله على بركه الله، انا خدمت معكم هاد ثلاثه الدريس هادو باش ما نطولش عليكم الفيديو. انا نشرح لكم الطريقه ديال الخدمه. نبداو على بركه الله، اعتبروني بحال كنخدم اول درس. هذا التوب ما فيه حتى غرزه، غنديروا فيه غرزه هكذا هكذا، وغادي نتبع أربعة ديال الغريزات هكذا. الثانية، الثالثة، الرابعة، هاهما أربعة بطريسات من هنايا، عفوا أربعة ديال الغريزات من هنا. شتوهم؟ معتبروني دابا غنبدا معاها أول مرة. غنرجع في هاد الدرس هذا بحال هكا، بهاد العوينة هادي رجع بحال هكا، عاود رجع في هادي. لاحظوا معايا دابا الخدمة كيفاش غادا، يركزوا معايا من الأول غتفهموا إن شاء الله. شفتوا هاد الغريزات درتهم في نفس البلاصة، وغنرجع في التوب من هاد الجهة، ونرجع هنا في هاد الغرزة هادي. نبقى نزيد هنا، نزيد غريزة دابا، وغادي نهز هاد الغريزة اللي خدمت في الاول هكذا صافي. شفتوا انا دابا غادي يبقى غادي وكيكبر لي الهرم. هنا غنرجع في هاد الغريزه هادي اللي تحت من الراندا مباشره هكذا، غادي ندير غرزه ونخلي الخيط هكذا مرخوف. شفتوا مرخوف، غنخدم فيه هكذا الغرزة الأولى والغرزة الثانية. يعني خدمت فيه جوج غرزات، شتوهم في هداك الخيط. دابا غنرجع وغنخدم من الغرزة الأولى اللي بديت في الأول. لاحظوا شتوها صافي، نخدم فيها جوج غرزات هكدا. ها الغرزة الأولى، ها الثانية، صافي. هنا تكون ليا هادي هاي، وهادي هي هادي. لاحظوا معايا دابا ان شاء الله غادي تفهموا. غنخدم عاود هنا جوج غرزات هكذا، جوج غرزات. شفتوهم هنا؟ غنرجع عاوتاني بجوج غرزات في هاد الخيط النيت. ها هي غرزة، وها هي غرزة تانية. يعني هاد العوينة اللي درنا من الفوق فيها ربعة الغريزات، غير البداية اللي كتكون بحال ما هكا، من بعد غادي يجيكم ان شاء الله سهل. لاحظوا صافي، ها هي العوينة اللي غنهزو بلاتي. دابا غنخدمو هاد الراندة هنا ناخدو غريزة من التوب، ونزيدو فيها غرزة. دابا غندي نزيدو هنا غرزة، وغنطلعو مع هاد الهرم هكذا، ونهبطو بصف بحال طريقة الخدمة اللي كنخدمو في هذيك الخدمة اللي سبق ليا وحطيت الفيديو الاخر. راه بحال الطريقة ديالو في الخدمة، في الوسط كنمشيو ونجيو بسطر عاد باش كنديرو ديك المربع، حتى هنا كنمشيو ونجيو عاد باش كنديرو المربع
يعني زدت غريزه هنا باش كنكبر هذا الهرم هذا في الوسط. صافي دابا لاحظوا معايا الهرم بدا كيكبر. هكا دابا غادي نهز من الراس اللي درنا اربعه ديال الغريزات، نخليو جوج لتحت وجوج الفوق، ونعاود ندير هكذا. لاحظتوا معايا شتو كيفاش كيكون؟ عاد غنخدمو فيه جوج من هاد الجهه وجوج من هاد الجهه، يعني اربعه. واحد جوج وعاوتاني هنا واحد، ناخذ هاد الراس هذا باش يبقى لينا هكذا طالع، وعاود الثانيه شتي ها هما المربعات بقاو غاديين دابا كيبانو. صافي غنهبطو مع هاد الهرم. راه ساهل البنات، غير خصكم تركزوا شويه في الخدمه، ولا ما فهمتوش عاودوا الفيديو من الاول ان شاء الله غادي ترجعوا تفهموا. خدوا من الثوب ونزيدوا هنا، كنزيدو ديما غريزه. صافي نطلعو ونهبطو. بحال هكا نطلعو ونعاود نرجعو نهبطو. هي بعد ما هبطنا دابا بالسطر غادي انا دابا كما شفتو انا زدت هنا وحده، وغاداش نزيد هنا الغرز، غنخدم هنايا. لاحظوا معايا شفتو ملي زدت هنا، ها هي هنا كاين، ها واحد جوج كما لاحظتو جوج غريزات. دابا غنمشي لهاد الغريزه هادي، ماشي هاد التحتانية اللي كنزيدو فيها، هادي اللي فوق منها، وغنضرب غرزه. لاحظوا معايا ها هي غريزه، غنرجع فيها بجوج غريزات، الاولى الثانيه، عاود نقص غرزه ونمشي للغرزه الثانيه، ونرجع فيها بجوج غرزات. لاحظتوا شو غدا كنربع هنا، شو غادي نقز وحده ها هي، ونمشي للراس على هكا، وندير هاتي كبرتهم شويه، ونرجع فيها جوج غرزات، الاولى وها الثانيه. لاحظتوا معايا هما ثلاثه عندي من هنا وثلاثه من هنا. دابا غنمشي لهذا الراس ديال هاد الغريزه ديال هاد المربع هذا، وغناخد منه غرزه هكا، وغنخدم فيه، ونبقى راجعه دابا جوج ثلاثه، هو الفوقاني غندير فيه غير ثلاثه هكا، وفي الوسطانيه غنهزها نربعها هكا بشي مربع. صافي ونبقى دابا غدا وانا كندير جوج غريزات. لاحظوا معايا حيت راه خدمنا جوج غريزات الاولين، دابا غير جوج غريزات الثانيين، حيت هادو راه خدمنا فيهم ربعة. هيا شتو هاهو، شتو كيفاش جا؟ جا مربعات هما كاملين. كنتمنى تكونوا فهمتوا الطريقه ديال الدرس، لانه درس سهل ما صعيبش،
غير ركزوا مزيان ان شاء الله وغادي تفهموا. ما فهمتوش عاودوا الفيديو من الاول حتى الاخر، البديه اللي شويه خصكم تفهموها مزيان، والطريقه ديال الخدمه من هاد الجهه ماشي هي الطريقه الخدمه من هاد الجهه. يلا البنات، الى اللقاء، الفيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.